السلام عليكم، كيف حالكم يا حلوين؟ اليوم إن شاء الله بدنا نأخذ آخر درس من مادة الرياضيات وعنوان درسنا اليوم الساعة. طبعاً كلنا يا حلوين نعرف الساعة، صح؟ بس ما نعرف نقرأها، بعرف نعرف شكل الساعة، ماشي؟ الساعة ليش إحنا نستخدمها يا حلوين؟ نستخدمها لمعرفة الوقت، ليش؟ لأنه الوقت مهم بحياتنا. هسا يا حلوين لو ما في عندنا ساعة ما بنعرف ننظم أمورنا، ما بنعرف نمشي حالنا أو نعرف مثلاً ننجز مهماتنا أو ننجز شغلنا المطلوب منا. ليش؟ لأنه الوقت هو المسؤول عن تنظيم أمور حياتنا، عن تنظيم أمور حياتنا. هسا لو ما في وقت ولا في ساعة كان حياتنا كلها شمالة يا حلوين مخربطة وملخبطة، ما بنعرف نرتب أمورنا، كان كل حياتنا فوضى، صح؟ معناته الوقت مهم كثير في حياتنا. ليش؟ بخلينا نعرف ننظم وقتنا، بخلينا نعرف متى بدنا ننجز مهماتنا، بخلينا نستخدم نظام معين في حياتنا، صح؟ متى مثلا بدي اعمل الشغله هاي، او متى مثلا متى بدي ادرس، متى بدي افطر، متى بدي احل واجباتي، متى بدي انام، متى بدي استيقظ من النوم. هاي كلها مين بخلينا نعمل زي هيك؟ كيف بنعرف امورنا زي هيك؟ عن طريق الوقت اللي هو عن طريق الساعه. اذا درسنا اليوم يا حلوين هو ايش؟ الساعة. طب طلعوا لي يا حلوين، انا عندي ساعة هون، شايفين ما احلى هالساعة؟ ايش شكلها هون؟ شكلها دائري، صح؟ شكلها ايش؟ بشبه الدائرة. معناته احنا اخذنا في الحصص السابقة اذا ذاكرين الاشكال الهندسية. ايش هم الاشكال الهندسية؟ دائرة، عندي مثلث، مربع، وايضا مستطيل. فاحنا احتمال الساعه عادي اي شكل بدنا اياها، في ساعه بتيجي على شكل دائره، في ساعه بتيجي على شكل مثلث، وفي ساعه بتيجي على شكل مربع، في ساعه ايضا بتيجي على شكل مستطيل. انا الساعه اللي قلت لكم اياها اليوم يا حلوين على شكل دائره، على شكل دائره من الاشكال الهندسيه. طيب خلينا نتعرف على الساعه. ايش الساعه هاي؟ حكينا ان هاي الساعه يا حلوين بنستخدمها لإيش؟ نستخدمها لمعرفة الوقت، معرفة الوقت. أنا الساعة إيش عندي؟ عندي سهمين، سهم أحمر وسهم أخضر. هذول السهمين شو بنسميهم؟ بنسميهم عقارب الساعة. شو بنسميهم؟ عقارب الساعة. هسا السهم الأحمر هذا حلو بنسميه عقرب الساعات، السهم الصغير بنسميه عقرب الساعات، أما السهم الكبير بنسميه عقرب الدقائق، بنسميه عقرب الدقائق. اذا انا عندي للساعه سهمين، هذول السهمين شو بنسميهم؟ عقارب الساعه. عندي العقرب الصغير اسمه عقرب الساعات، والعقرب الكبير اسمه عقرب الدقائق. احنا عن طريق هذول العقربين بنعرف الساعه. هسه الساعه لو ما في هذول السهمين او العقربين انا ما بعرف الساعه. الساعه اذا على شو بتحتوي؟ بتحتوي على ارقام من 1 حتى نصل لمين؟ للعدد 12، ماشي يا حلوين؟ يلا مثلا انا بدي اعرف الساعه الان كم. هسه العقرب الساعات يا حلوين وين اجى؟ على انو عدد؟ اجى عندي على العدد 5. وعقرب الدقائق الكبير وين اجى؟ اجى عندي على العدد 12. اذا كم الساعه انا عندي الان يا مس؟ انا عندي الساعه يا حلوين الان الخامسة تماما. اذا انا عندي الان الساعة الخامسة تماما. كيف عرفت انه الخامسة تماما؟ لانه هذا السهم الصغير اجى على الساعة، شو الرقم اللي عندي هون؟ عندي الرقم 5 او العدد 5. معناته انا هاي هي الساعة اللي بدي اقرأها، بدي اقرأ هاي الساعة عن طريق الارقام الموجودة عندي هون. اذا العدد 5 هو الساعة، وهذا العقرب عقرب الساعات. لما العقرب الساعات هذا يحلو بيجي على العدد 5، وعقرب الدقائق بيجي على العدد 12، معناته أنا الآن عندي كم الساعة يا حلوين؟ الخامسة تماماً. ليش الخامسة تماماً؟ لأن العدد 12 بدل على هذا العقرب، عقرب الدقائق. وعندي لما يجي عقرب الدقائق على العدد 12 معناته أنا عندي هون الدقائق صفر. العدد 12 معناته أنا عندي هون الدقائق صفر، معناته أنا عندي الآن الساعة خامسة تماماً. الساعة الآن الخامسة تماماً. طيب خلينا نشوف الآن كم الساعة يا حلوين؟ كم الساعة؟ خليني أضبط لكم إياها يا عيني. كم الساعة الآن؟ أحسنتم، الساعة الرابعة تماما. كيف عرفنا يا مس؟ لأنه عقرب الساعات وين إجا؟ إجا على العدد 4، وعقرب الدقائق وين إجا؟ على العدد 12. وحكينا إنه عقرب الدقائق
بيجي على العدد 12 والعدد 12 يعني دقائق فيه صفر، معناته أنا عندي الساعة الآن الرابعة تماما. العدد 12 هذا شو بنحكي له دائما لما يجي العقرب يكبر على العدد 12؟ نسميها تماما، العدد 12 تماما، يعني الآن الساعة الرابعة تماما. طيب الآن الساعة الثالثة تماما، الآن الآن كم ساعة يا حلوين؟ أحسنتم، الواحدة تماما، صح؟ لأن العقرب الصغير عقرب الساعات إجا على العدد واحد، وعقرب الدقائق الكبير إجا على العدد 12، و12 حكينا عنها دائما شو بنحكي لها؟ تماما، شو بنحكي للعدد 12؟ تماما، لما يجي عليه العقرب الدقائق، ماشي؟ هو العقرب الكبير. طب الآن كم ساعة يا حلوين يا عيني؟ العقربين الآن إجوا وين؟ إجوا على العدد 12، شايفين؟ العقربين وين إجوا؟ إجوا على العدد 12، شايفين؟ معناته أنا كم الساعة عندي الآن؟ أنا الساعة الآن عندي 12 تماماً، الساعة 12 تماماً. طيب كم الساعة الآن؟ أحسنتم، الساعة الآن 11 تماما. طيب أنا بتحكي لكم يا حلمين برنامجي اليومي لما أنا أصحى من النوم. هسا أنا يا حلمين المستريمة أي ساعة بتصحى من النوم؟ المستريمة مثلا بتصحى من النوم الساعة السادسة صباحا، أنا بصحى من النوم على الساعة السادسة أو خليها على الساعة الخامسة صباحا. ليش؟ ليش المستريمة بتصحى على الساعة الخامسة صباحا؟ حتى أصلي صلاة الفجر، حتى أصلي صلاة الفجر. إذا أنا الآن كم ساعة عندي؟ عندي الخامسة تماما، أنا بصحى على الساعة الخامسة تماما مشان أصلي الفجر. شوفوا كيف الساعة عن طريقها بنظم وقتي، بنظم إيش؟ وقتي اليومي. أنا مثلا صحيت على الساعة 5 الآن مشان أصلي صلاة الفجر، بعدين نمت من الساعة 5، صحيت مثلا على الساعة 8 7، صحيت على الساعة 7، شايفين؟ هسا الساعة 7 يا حلوين أنا وين بروح؟ بصحى من النوم. الآن كم ساعة عندي؟ أحسنتم، الساعة 7، خليني أضبط لكم بس العقارب. إذا أنا هيك عندي، أحسنتم، الساعة 7 تماما، الساعة 7 تماما يا حلوين أنا إيش؟ بفطر، بصحى من النوم وبفطر فطوري، ماشي؟ الساعة 8 يا حلوين، الساعة 8 وين بروح؟ بروح على المدرسة، ماشي يا حلوين؟ الساعة 9، شايفين عقرب الدقائق؟ أنا ما حركته، ضل زي ما هو، لأنه إيش؟ 12 بنحكي لها تماماً. الآن الساعة 9 يا حلوين تبدأ حصة التربية الإسلامية، صح؟ بعدين بعد الساعة 9 بتيجي عند الساعة 10، إيش الحصة يا حلوين بتبدأ؟ الآن 10 تماماً، بتبدأ يا حلوين حصة الرياضيات، ماشي؟ وأنا بالمدرسة. طيب بس نخلص 10 تماما بتصير عند الساعة 11 تماما، 11 تماما شو بيكون عندنا يا حلوين؟ بيكون عندنا وقت الاستراحة. شو يعني وقت الاستراحة؟ اللي هي اللي احنا بنفطر فطورنا فيها وبناكله، ماشي؟ أما الساعة 12 يا حلوين ايش بيكون عندنا هون؟ حصة اللغة العربية، صح يا حلوين؟ حصة اللغة العربية. وآخر إشي على الساعة الواحدة يا حلوين، لما تصير عندي الساعة الواحدة إيش؟ برن الجرس وبدي أروح وين؟ على البيت. هسا أنا بعد ما روحت على البيت على الساعة الثانية وصلت أنا البيت، شايفين؟ الساعة الثانية أنا وصلت البيت، شو عملت؟ طبعاً روحت وصليت صلاة الظهر وتغديت. هسا الساعة الثانية أنا تغديت، صح؟ الساعة الثالثة أنا شو عملت؟ الساعة الثالثة طبعاً رتبت البيت وعزلت ونظفته. الساعة الرابعة طب شو سوت المستريمة؟ درست ولادي على إيش؟ على دروسهم وحلينا الواجبات. وهكذا أنا ظليت أمشي في نظام معين عن طريق استخدام الساعة يا حلوين. إذا الساعة مفيدة في حياتنا، هي بتنظم لنا الوقت وإيش؟ بتخلينا نرتب أمورنا بشكل صحيح. زي ما حكيت لكم هذا العقرب اسمه عقرب الساعات وهذا عقرب الدقائق. دائما عقرب الدقائق ايش بيكون عنده لما يوصل للعدد 12؟ معناته انا الدقائق عندي هي من صفر، صح؟ طب طالما بيكون عندي على اللوح كم الساعة
أنا عندي هون حلوين، أنا عندي الساعة 7 تمام، شايفين كيف الدقائق؟ أنا عندي هون 0، معناته هون بيجي العقرب الكبير على العدد 12. طيب أنا بدي كم الساعة هون؟ بدي أعمل هون أنا عندي ساعة، شايفين؟ أنا بدي أعمل الأقارب، العقرب الصغير مع العقرب شو؟ الكبير. العقرب الصغير هون بيجي على الساعات والكبير على الدقائق. طب طلعوا لي هون كم الساعة أنا هون عندي؟ الساعة 7. إذا أنا بدي أرسم عقارب الساعة هون عندي عشان تعطيني الساعة 7. طيب عندي هون الرقم 7، وين 7 أنا عندي هون؟ هيدا العدد 7، هذا هو. طبعا هاي النقطة اللي بدي أضع عليها عقارب الساعة، شايفين النقطة السوداء هون؟ أنا بدي أرسم عليها عقارب الساعة. إذا أنا عندي الساعة 7، برسم سهم صغير عند الساعة 7 وسهم كبير عند العدد 12. صار أنا عندي هون كم ساعة؟ 7 تماما. طيب اللي بعديها بدي تصير الساعة 4 تماما هون. طيب أنا عندي هون النقطة اللي بدي أرسم عليها شو؟ العقارب. السهم كم الساعة أنا بدي هون؟ 4، صح؟ ساعة هون عندي بتم الرابعة تماما. ليش؟ الدقائق أنا عندي هون 0، الرابعة تمام. طيب الرابعة معناته ايش بدي ارسم؟ انا عقرب الساعات اللي هو السهم الصغير اللي بدل على شو؟ على الساعة الرابعة. اين رقم 4 انا عندي هون؟ هذا هو. برسم العقرب الصغير، شايفين سهم صغير، والعقرب الكبير عندي 18 تماما. كم صارت الساعة عندي الان؟ 4 تماما. احسنتم. طب هو كم انا بدي اسوي الساعة؟ 6 تماما. طيب برضه هون بحط ايش؟ مكان السهم. عقرب الساعات بده يجي ايش؟ على عدد 6. هي عدد 6 انا عندي هون، برسم سهم صغير، شايفين؟ وتماما لعندي العدد 12 السهم الكبير. اذا انا الساعة عندي الان السادسة تماما. السادسة تماما. كم الساعة عندي هون؟ السادسة تماما. اذا السابعة تماما، الرابعة تماما، السادسة تماما. فهمتوا يا حلوين؟ فهمتوا درس الساعة؟ أتمنى تكونوا فهمتوا واستفدتوا في درس الساعة وعرفتوا ميزتوا العقارب، عقرب الساعات الصغير وعقرب الدقائق مين؟ العقرب الكبير. إن شاء الله تكونوا فهمتوا واستفدتوا. إلى اللقاء.